يبادر القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. العدو كان منظم دفاعاته داخل مدينة الأنطرة شرق، تنظيم دقيق ومحتفظ ومنتشر باحتياطيات داخل المدينة وعلى أجنبها شمال جزيرة البلاح وفي منطقة الحرش شمال الأنطرة، بالإضافة لاحتياطيات على أعماق متتالية. وقد حققت عملية أنطرة ونفذت طبقا للتخطيط. فمع بدء التمهيد النيراني تم عبور قوات سترة بالإضافة لعناصر الصعقة ومجموعات الاقتناص اللي دفعت في العمق شرقا. فدفع مجموعات سترة بواسطة وحدات فرعية مدعمة للاستيلاء على الهيئات المتحكمة في النقطة القوية شمال البلاح اللي هي واضحة على الطبيعة، بالإضافة لقوات سترة أخرى استولت على الساتر الترابي وعلى الهيئات الموجودة جنوب الأنطرة اللي هي قدامنا دي، وقوة سترة أخرى استولت على الساتر الترابي شمال الأنطرة شمال النقطة رقم 4 اللي هو الساتر اللي بيحزم الأنطرة من اتجاه الشمال. ولاستكمال عملية حصار المدينة بسرعة دفعت وحدة من وحدات الصعقة من جنوب ومن شمال الأنطرة بسرعة واحتلت الأطراف الغربية لمدينة الأنطرة من الداخل. وبكده يبقى أحكمنا حلقة الحصار الداخلي عن مدينة الأنطرة. وفي الساعة 1445 تقريبا سقطت النقطة القوية رقم 1 على الجانب الأيمن، وكان لقوات الأنطرة شرف رفع علم جمهورية مصر العربية على هذه النقطة القوية في هذا التوقيت.